السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أخوكم برياض. طبعا عندنا هنا تاهو وينطبق على اليوكن من 2015 إلى 2020. التهريب في الكليبر الخلفي، السبب أنه طبعا كلنا نخطي، سبق أنه برضه أنا صارت مشكلة معي في 2010، غيرنا الفحمات الخلفية وصار مع الفك التركيب كسر في البستم. هذا الرجال غير فحمات خلفية وللأسف الكليبر الخلفي يجي هنا فيه فتحات في الكليبر الأمامي، تقدر إذا ما عندك الزرقينة تقرصها قرص ويرجع معاك البستم. هذه للأسف ما فيها الفتحات عشان تقرص فيها الفحمات، فلما فك الكليبر برا حاول أن يضغط البستم بطريقة يدوية، فللأسف تجرح معها أو خدش البستم بالغلط أو الصوفة أو الإصلاح حق الكليبر، فصار يهرب. وأنا لما طلعت السيارة قبل فترة على الرافعة عشان أجرب له الرجة، للأسف صارت المشكلة مع بعض، فأنا ما أدري كنت على المشكلة السابقة هذه. بس لما تواصلت مع الرجال قال لي إن المشكلة إنها كانت من أول ركب فحمات وصار مشكلته في الإصلاح أو في البستم، فالآن راح نفك الكليبر بالكامل، راح نطلع البستم برا ونشوف هل البستم تجرح يحتاج إلى إصلاح أو استبدال، أو مشكلة تكون ممكن في إن شاء الله بسيطة وتكون في الإصلاح. الإصلاح ممكن يكون متوفر في كل مكان، لكن البستم لأنه نادر يخرب فممكن تكون فيه صعوبة، لكن إذا ما لقينا قطعة متوفرة راح نسوي طريقة بديلة زي ما سويناها في 2010 أو في اليوكن السابق اللي سويناها في الطريقة. طبعا طريقة الفك والتركيب سهلة، ما يحتاج كلها مسامير، في مسامير طبعا حق الكليبر لنفسه وفي مسامير حق الكليبر بالكامل. احنا راح نفك اللهم الكليبر الخارجي حق الأقمشة وراح نطلع نضغط البستم بالهواء وراح نطلعه بالكامل. طبعا هذا مشكلة البستم، فما يحتاج لها إصلاح ولا شيء، يحتاج لها تغيير بستم بالكامل. حتى الإصلاح ممكن ما جاء شيء، بس برضه إذا غيرنا الإصلاح البستم راح نغير الإصلاح. على العموم الآن عشان نفك البستم هذا لازم نضغط هواء عشان يطلع. ضغط هواء من فين؟ راح نضغط هواء عن طريق مسدس الهواء من هنا، وراح يطلع معنا إن شاء الله من هنا. طبعا ضغطناها عن طريق المسدس الهواء، فإن شاء الله راح نقوم باستبدال الدينامو أو تغيير الدينامو. يعني متجرح ومكسور من الداخل. طبعا هذا الأصلاح اللي راح نغيرها، وهذا البستم اللي إن شاء الله راح نحاول نغيره. طبعا هذا رقم البستم الجديد، راح نحط له نحط له زيت ونركب. طبعا الجلدة هذه راح نركبها، قبل نركبها نحط لها زيت، حطينا الجلدة بعد ما سوينا لها زيت، اللي راح نركب البستم بعد ما حطينا له الزيت. والله حالة راح استخدم الزرقينة هذه لتركيب البستم. بعد ما كبسنا البستم راح نركب له الجلدة أو الطوق الخارجي. ركبنا الآن الإصلاح الخارجي والداخلي، الآن راح نركب الفحمات أو نضغط البستم للأخير وراح نركب الفحمات، بعدين نسوي عملية تنسيم أو نفك الماسورة حتى يطلع الزيت بالكامل، وبعدها نقفل ونجرب الفرامل. طبعا ركبنا الكليبر، ركبنا الفحمات، ركبنا الماسورة اللي هنا أو اللي، الآن احنا هنا حلينا التنسيمة، راح بس ننتظر لين يطلع الزيت تلقائي، أو إنه إذا كنتم مستعجل نعبي زيت ونخلي صاحب السيارة يدبل الفرامل حتى يطلع الزيت بالكامل، يعني يدبل ونسم دبل ونسم حتى يطلع الزيت بشكل أكبر وأسرع ومباشر. طبعا الزيت الآن يقطر، بس انتظر لما يكون الزيت، طبعا انتظر لين الزيت يقطر، بس أنا أبغى انتظر لين يقطر بشكل أسرع. أو الآن راح نجرب، كيف نجرب؟ راح نقفل البستم هذا أو التنسيمة هذه وندبل الفرامل مرتين ثلاثة أربعة حتى يكون ضغطة يكون قوية، بعدين نسوي تنسيمة. إذا كان ضغط البستم أقوى قوي معناته خلاص الكليبر جاهز. كده خلاص من التركيب والتنسيم، الآن سيارة جاهزة، راح نركب الكفرة الآن. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.